بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نستكمل في سيكشن 3.5 اللي هو بتكلم عن التول. وقبل ما نروح على التول بدي أذكرك كمان مرة إنه إحنا أخذنا regular definition. ليش؟ علشان نوصف التوكن. الآن التول إيش بدنا نسوي في التول؟ بدنا باختصار نكتب فيه regular definitions، نعرف فيها التوكنز، وهو لحاله يصير يطلع لي كود بيتعرف على التوكن اللي في الملف وبقول لي هيهم، هي التوكن الفلاني وهي التوكن الفلاني. بس عشان اقدر اتعامل مع هذا التول بدي افهم كيف شكله، ايش المقاطع اللي فيه، ايش الاجزاء اللي فيه، كيف بنكتب، ايش بنكتب، عشان نعرف. طبعا هذا التول حنتكلم عنه تول خاص بالسي، يعني معناته انه في تول للجافا، في تول للسي بلس بلس، في تولز كثيره لغات مختلفه. احنا هذا المثال اللي موجود عندنا التول الخاص بالسي اللي هو ليكس. طبعا بيجي بيعرفك ايش اللي حيصير. انا بكتب في الاديتور تبع الليكس، ايش بكتب؟ بتوقع في الغالب حكتب regular definitions، واكيد حكتب بعض الفانكشنز اللي بالسي، بس حنشوف هذا الكلام بالتفصيل كمان شويه. بعد ما انا اكتب التعريفات واخلص، خلص لحاله الكومبايلر تبع الليكس بيروح بيحول لي لكود سي. وكود السي ما انت عارفه له كومبايلر بيحوله لاكسكيوتابل فايل، والاكسكيوتابل فايل بصير يتنفذ ويطلع لي التوكنز. احنا قبل هيك ديري بالك عملنا برنامج بالجافا كتبناه احنا. الان مين اللي حيكتب البرنامج ويجهزه؟ التول. يعني انا بس جوا التول حاعمل شويه ديفينيشن، حاعمل شويه فانكشنز بالسي وخلص، وهو لحاله حيطلع كود السي كامل اللي بيتعرف على مين؟ اللي على التوكن، وبيسوي الاكشن المطلوب عند هذا التوكن. طيب خلونا الان ندخل شويه بتفاصيل الاديتور هذا، ايش جواته، ايش بكتب جواته، وين بالضبط بكتب. تعالوا نطلع نشوف. الان اول ما بنبدا بقول لي هذه الصفحه اللي بنفتحها عباره عن ثلاث اجزاء. جزء مخصص لحاجه اسمها الديكليريشنز، والديكليريشنز هنا عباره عن ايش؟ عباره عن اي ديكليريشن انا بدي اياها بالسي تتحول مباشرة للغة السي، يعني مسموح لك تكتب سطور سي مثلا تعريفات بالسي. هذه التعريفات في التحويل هياخدها زي ما هي، مش بده يحول لسي، فهياخدها كوبي بيست زي ما هي، مش هيلعب فيها ويوديها وين؟ على الملف اللي بده يصير سي في الآخر اللي هو الديكليريشنز. تمام؟ طبعا نفس الفكرة لو جافا، لو أي لانجويج تانية. الآن أنا مش مهم عندي كتير اللي بدي أكتب بالسي، أنا بيهمني اللي بعده. إيش اللي بعده بدي أكتب declarations؟ اللي هي تعريفات التوكن. يعني أنت بعد declarations الخاصة بالسي اللي بدك إياها بدك تكتبي تعريفات التوكن. كيف أكتب تعريفات التوكن؟ اللي هو regular definition. كيف أعمل ID؟ إيش تعريفه؟ كيف أعمل number؟ إيش تعريفه؟ المعادلات اللي كنا ناخدها باختصار. تمام؟ طيب بعد ما بنخلص declarations إيش بيجي في النص؟ قال بيجي الاكشنز او الرولز. كيف يعني؟ يعني مثلا انا عرفت له الاي دي، خلاص يعني هو دور ولقى اي دي. الان بيسالني سؤال في الجزء الثاني، لما الاقي لك الاي دي هذا ايش اعمل؟ ايش اسوي؟ فانت حر عاد، بدك تقولي له رجع اي دي برجع اي دي، بدك تقولي له لا روح على السيمبل تيبل اعمل 1 2 3 4، انت حر. الان انت هنا في خانه اكشن، ايش المطلوب تسوي لما تلاقي الاي دي؟ طبعا بنساش معلومات القديمه. انا لما بلاقي اي دي ايش كنت اسوي؟ مش بدور في السيمبل تيبل اذا موجود ولا مش موجود، اذا مش موجود حطيه، واذا موجود رجعي بوينتر، مش كنت تعملي كلام زي هيك؟ فانت لازم في الاكشن تقول انه بدنا نعمل هيك. طب كيف بدي اقول بدي اعمل هيك؟ بقول باللانجوج اللي بدي احول الها. يعني انا قاعد شغال لانجوج سي، بتوقع اكتب اسم فانكشن بالسي واعملها تعريف الفانكشن. كمان شو حنشوف ونعرفها الفانكشن. طب افرضي انا ما بديش اعمل اي اكشن، خلص بس مجرد ريتيرن القيمه، خلص مش داعي تكتبي فانكشن سي ولا داعي تستدعي فانكشن ولا ما يحزنون، خلص ريتيرن اي دي. فهذا بيرجع لك انت، هو بديكي الاوبشن، انت بتعرفي التوكن عرفتي، بعدين بديكي اوبشن ثاني. لما الاقي لك هذا التوكن في الملف بتحبي تعملي شيء معين خاص فيه؟ فانت حر عاد، وحنشوف التفاصيل هذه كمان شوي. المهم انه النص الثاني عباره عن ايش؟ عباره عن انه الاكشنز لما بلاقي انا هذه التوكنز. طبعا ديري بالك احيانا انا ما بحتاجش اعمل اي شيء، يعني مثلا لما الاقي اف كونديشن، لما الاقي الاف ما بدي اعمل ولا شيء، بس بدي اعمل ريتيرن اف، صح ولا لا؟ فخلص بقول له ريتيرن اف وخلصنا.
وضحت كيف؟ طيب ايش الجزء الثالث بيتكلم؟ الجزء الثالث بيتكلم بيقول لك اي فانكشن انت بتكتبيها بالسي اوتوماتيك بياخذها كوبي بيست زي ما هي وبودي لك اياها على الملف الاخير تاع السي. مش هو احنا قلنا التول حيروح يحول كل شيء لسي، فحياخذ منك حاجات انت كاتباها بالسي جاهزه. زي ايش الحاجات اللي بالسي جاهزه؟ التعريفات اللي فوق تاعت السي حياخذها على السي، واي فانكشن تحت انت كاتباها بدك اياها زي ما هي بتتاخذ وبيحول لحاله وبيطلع الاكواد الخاصه بالتعرف على التوكن. كيف بيحول بعدين حنشوف، بس انا قاعد بديك الان ايش مكونات التول، ايش بدي اكتب فيه التول. طب تعال اديك مثال عشان الرؤيه تتضح والمثال يتضح اكثر. قال لك تعال نبدا في هذا المثال. ثواني بس خلينا نخلص المثال وبعدين حجاوبك على كل الاسئله، بس ثواني صغيره. تمام، اول ما بدا شايفه طبعا هذا اللي يا بنات وينه اللي هو شاف الشرطين هذول، هذا اي مقطع اللي بيتكلم فيه؟ المقطع الاول صح. قال لك المقطع الاول ممكن يكون فيه حاجات خاصه بالسي، زي ايش مثلا؟ زي لما بدي اقول له ريتيرن اي دي، مش الاي دي لازم اعطيها تاج واعطيها اسم اتفقنا قبل هيك عشان اسهل العمليه. فممكن تعمل بالسي ديفاين مثلا انه less than هي عباره عن 270 مثلا. يعني الفكره انه لما بدك تعملي ريتيرن اف ولا ريتيرن ذن، طب ايش بدي افهمه ايش الف وايش ذن في البرنامج؟ فلازم اعمل لهم تاج. الكلام كنا نحكيه زمان، عشان هيك بقول لك اي ديكليريشنز او اي ديفينيشنز انت بدك تحطيها بالسي في الاول مسموح. ليش؟ لانها اوتوماتيك هذه حتتاخد على برنامج السي زي ما هي، مش حيلعب فيها. فبتحطي دائما التعريفات للكلمات اللي بدك اياها. يعني انا لما اقول له ريتيرن اف، طب شو اف؟ مش لازم انا ادي له كود الها زي ما اتفقنا او تاج الها زي ما عملنا بالجافا او بالسي او الى اخره؟ صار لا، فانت مضطره تكتبي سطر او سطرين سي او جافا في الاول. فهدول السطر او السطرين بنقول لهم زي ما هم وين؟ على الكود النهائي تاع السي اللي بده يطلعه. طيب بعد هذا ايش في؟ قال لك هنا بتحطي شو؟ طلع ايش محطوط؟ تعريفات التوكنز. يعني بدي اعرف الاي دي، هاي حط اللتر حط الديجيت حط الاي دي، هاي طلع. بدي اعرف النمبر، هاي النمبر. هذه كلها التعريفات اللي احنا اخذناها. يعني تلاحظي في الجزء هذا ايش بتسوي؟ بتعرفي التوكنز اللي بدك اياهم، اللي بدك البرنامج يتعرف عليهم. فهناك عرف اي دي وعرف نمبر، طبعا وعرف الوايت سبيس. ايش الوايت سبيس؟ التابز والنيو لاينز والسبيسز، فعرفهم كلهم. طيب اذا الجزء هذا اتفقنا عباره عن ايش؟ تعريفات. الان وين حينتقل هو؟ للجزء الثاني. ليش ننتقل للجزء الثاني؟ عشان يقول لي لما الاقي لك الاي دي ايش اعمل؟ انا بدي اقول له ايش يعمل. الان بدنا نشوف كيف. تعالوا نبدا تحت. الجزء الثاني يا بنات زي ما شايفين، عارفه ايش يعني لما بحط القوسين هدول؟ ايش بقصد؟ بقصد انه تعريف الوايت سبيس طلع بتلاقيه فوق. فالاي دي بتلاقيه بحطه ايش؟ بين قوسين. ليش؟ لانه عرفه وين؟ فوق. فبقول لك خذ تعريفه من فوق، لكن تعال اطلع على الاف مش معرفه فوق. قال لي مسموح اذا تعريفه سهل تكتبه تعرفه على طول عندك، يعني خلاص تقول هو اي وراء اف. يعني هذا ايش معناها يا بنات كاتبه اي اف بدون قوسين؟ يعني بقول له للتول انه اذا اجى اي اف سوي كذا، يعني اذا اجى الكي وورد اف سوي كذا، او اذا اجى الكي وورد ذن سوي كذا. يعني مسموح اذا كان تعريف الاف سهل او اي تعريف توكن سهل اكتبه مباشر اذا كان عباره عن حروف. طب واحده بتقول انا بديش اعملها هيك، بدي اروح اعرفه فوق وانزل تحت اعمل له اف بين قوسين. صح، يعني زي ما عرفنا الاي دي ونزلنا كتبنا الاي دي بين قوسين انه تعريفه فوق، بقدر اعمل نفس الكلام لاف، ان اعمل تعريف الاف فوق وارجع اعمله بين قوسين اقول له هي تعريفه فوق. بس بقول لك ليش نعمل الحركه هاي طالما الاف هي خلص اي وراها اف على طول. فعشان هيك بتلاحظ انه بعضهم عرفوا مباشر هنا وبعضهم عرفوا اللي بده شغل كتير في النص اللي فوق. يعني الخلاصة انه احنا كتبنا الديفينيشنز لكل التوكنز اللي عندي، الاي دي والنمبر والريلوب اللي اشتغلنا عليهم قبل هيك. طب واحدة ممكن تسأل سؤال، طب شو قصة الكوتيشن هدول؟ يعني ليش ما حطها لحال؟ ليش ما حط الأصغر ويساوي لحال بدون الكوتيشن هدول؟ ليش عمل هيك؟ لانه في اللانجوج هاي في التول هاي الاصغر لها معنى، والاصغر يساوي لها معنى، اوبريتور موجوده في التول. فعشان نميز انه انا بقصدش التول اللي عندك، بقصدش الاوبريتور اللي عندك، انا بقصد المكتوبه هذه، بميزها بالكوتيشن. زي قصه الطباعه السي اوت في الجافا،
لما بدي اطبع الكوتيشن بحط جنبها سلاش، انا اقول مش الاوبريتور تبعتنا هاي، هذه لا للطباعه. وهي نفس الفكره، الاوبريتورز هذول الاصغر والاكبر موجودين من ضمن اللانجوج في الميتا داتا تاعت اللانجوج. فعشان انا لما اقول هنا لا بقصدش انه قصه اوبريتور بدي اصغر ولا اكبر، لا بدي ككاركتر بروحش بسوي، بحط له بس هذول تمييز. عارفه لو هذول مش موجودين بحط لهمش، بميزهمش، خلص بكتبهم مباشره. المهم الخلاصة إيش اللي صار عندي في الجزء الثاني؟ صار عندي إنه أنا قاعد بقول إنه لما يجيني هذا التوكن إيش الأكشن اللي أسويه؟ طبعاً بين قوسين بحط الأكشن، وهي طلع كيف في التعريف فوق بقول لك، هاي ها شايفة؟ بقول لك في الجزء الثاني بتحط بين القوسين عقباله الأكشن اللي أنت بدك إياه لما يلاقي لك هذا البتر. يعني أنا بدي لاقي له آي دي، لقاه دور في البفر ولقى، هنا ايش حتحط بين قوسين؟ ايش يعمل لما يلاقيه؟ اذا بدك يعمل شيء بتسجلي، بدك ايش يعمل شيء؟ ولا شيء. شفتي كيف؟ يعني هذا اوبشن عندك تستخدميه اذا بدك. عشان هيك لما هو تحت اشتغل شايفه ايش عمل؟ اجى يحط الاكشن، قال لك بالنسبه لاول وحده الوايت سبيس ما في شيء اكشن بدي اسوي عشان كله يروح له سكيب. لما الاقي اي اف ايش الاكشن بدك تسوي انت؟ ريتيرن اف، صح؟ طيب كيف بده يفهم انه الاي والاف بتقصدي فيها؟ إيه ما ممنوع نعمل في السي مثلا ريتيرن اف هيك، مش صح؟ ساعتها حتضطر تعمل ديفاين انه الاف رقم 300، ساعتها انت حتضطر تطلعي فوق في الجزء تاع الديكليريشن تكتبي كود سي سطر سي يعمل ديفاين للاف. وانا مطمئن ليش؟ لان لما بحول للسي اوتوماتيك حياخدها على كود السي، فاصبح بقدر استخدم ريتيرن اف لما الاقي اف. شفتي كيف؟ باختصار. عارفه لو بدي اعمل اكشن ثاني، يعني ممكن واحده تقول لي انا جاي على بالي لما يلاقي الكلمه هذه بديش بس يرجع اف، بدي يعمل كذا وكذا 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 مثلا. ساعتها ايش بقول لك؟ بقول لك خلص قولي بدي فانكشن اف 1 مثلا، وتعالي في الجزء الاخير عارفي اف 1، ما هو حينقله كوبي بيست على كودك الاخير، فلما بيلاقي في الاكشن انه بدك اف 1 بروح بجيبه وبنفذه. هذا لو بدك، يعني مسموح، فهو ريحك اعطاك مجال تكتبي بلغه السي قد ما بدك فانكشنات تحت، حنقولها زي ما هي كوبي بيست. والله انا مش محتاج بكتبش، هذا على حسب انت كيف بدك تستخدم التول، على حسب ايش التاسك المطلوبه. طبعا احنا في ريتيرن اف بدناش شيء، احنا بس ريتيرن اف وخلص، فعشان هيك مش حكتب قبالها ولا اي حاجه، لانه انا لما بلاقي اف مش بقول له ريتيرن اف وخلصنا، اللي استدعاني انه لقيت التوكن اف وخلصنا، ففيش داعي تعمل اي شيء هنا، بس بقول لك لو بدك متاح. اوكي؟ طيب الان لما لقى ذن ريتير كلمه ذن، عشان كلمه ذن تصير معرفه لازم في الديكلاريشن فوق اقول له ديفاين ايش هي الذن. طبعا اكيد لو شغال جافا مش سي كنا هنعمل نفس الحركه اللي عملناها تاعت التاج، كلاس تاج وعرفت فيه الحروف زي ما تعلمنا قبل هيك، لو كنت شغال، لانه حياخذها كوبي بيست زي ما هي على البرنامج اللي حيطلع تاع الجافا. اوكي؟ بس عشان تكونوا فاهمين. طيب تعالي وقفي هنا شويه. لما بلاقي اي دي، طبعا لما بتلاقي اي دي هنا لا مطلوب اعمل شغل، مش انا كيف ايش الشغل اللي بدي اعمله؟ مش بدي اروح ادور عليه في السيمبل تيبل، واذا ما لقيتوش في السيمبل تيبل بدي احطه وارجع قيمه عليه، واذا لقيته بدي ارجعه، يعني ناوي اعمل شويه شغلات. فايش بقول لي؟ بقول لي باختصار انت بدك تستدعي فانكشن انستول، سوري وينها؟ انستول اي دي. ايش وظيفه الفانكشن هاي؟ حتروح تدور، ان لقته رجعته، ما لقته الشيء حتضيفه. طبعا وين كود الانستول اي دي بدي اكتبه؟ بكتبه تحت لانه هو حياخده زي ما هو. هاي باختصار. طب واحده حتسالني تقول لي ايش هدول البارامترز؟ الحلو في التول بيوفر عنده شويه بارامترز بحط عليها معلومات مهمة لهذا التوكن، وانت حرة اذا بتستخدميه ولا لا. يعني على سبيل المثال التول دورت لقت الاي دي، مش انا بهمني كمبرمج اعرف شو الاكسيمز المكونات له، يعني اعرف وين بدايته، ايش السايز تبعه، عشان لو بدي اخذه اخزنه ولا اعمل اي عملية عليه، صح ولا لا؟ عشان هيك هو لحاله انا حطيت له بس تعريف انه هي الاي دي لاتر فولد باي لاتر اور ديجيت، صح ولا لا؟ هو اوتوماتيك اول ما حيلاقيه حيروح يحط لي في انترنال باراميتر خاصه فيه، يقول هيني لقيت الحروف الكذا وكذا وكذا، واذا بدك الطول تاع الكلمه كذا وكذا وكذا، انت حر.
فبيسيب لي المجال. إن أنا محتاج أعرف وين حروفي بلاقيها مخزنة عنده وين؟ في variable مخصص لسترينج. لو بدي أعرف مثلا قديش طوله برضو مخصص عندي في string، فخلص بريحني. يعني هو automatic مش بس بتعرف على تعريف اللي أنا كتبته وبسجل لي ملاحظات على اللي جاء. بدك الملاحظات تستفيد منها اتفضل، بدكش بلاش. زي فكرة لما أنا عرفت له قبل شوية النمبر، الآن هو ظل ماشي 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 لقى نمبر، صح؟ لازم يخزن لي قيمته وين؟ في فاريابل. يقول لي هاي قيمته لو بدك إياها موجودة هان، هاي حروفه لو بدك إياها هي موجودة هان، وخلص أنا حر بعد هيك. إن أنا بدي أعمل حسبة، بدي أسوي إيش، بعمل فانكشن بستفيد من البراميترز هذه. ما بلزمونيش؟ بلزمونيش، لكن هو إيش بيسوي؟ بزودني فيهم، لأنه تول أوتوماتيك هذا، خلاص؟ فما نستغرب لما بلاقي YYLVAL، هذا بكون اسمه هيك جوا عنده. يعني من الأول لما بفتح أنا المانيوال تبع اللانجوج أو تاع التول بيقول لي إيش البراميترز اللي عنده، بيقول لي والله في عندي باراميتر بخزن كذا، وفي عندي باراميتر بخزن طول، وفي عندي باراميتر بخزن الكلمة، وفي عندي كذا، وبديني أسمائهم وخلص ويعطيني العافية. محتاجهم بستخدمهم، مش محتاجهم بلاش، أما هو لازم يديني إياهم. باختصار وضحت البراميترز اللي عنده؟ طيب الآن لما بلاقي أصغر إيش نسوي؟ إيش الأكشن بدك تعمليه؟ ريتيرن ريلوب، مش هو ريلوب؟ مش معرف ريلوب؟ طيب لازم أحط له باراميتر، صح؟ لازم الباراميتر تبعه أدي له فاليو، فلازم أقول له ليست دير. عشان هيك لاحظ إيش سويت؟ جيت للباراميتر اللي عنده اللي مخصص لي إياه، حطيت إنه قيمته ليست دير، وقلت له خلاص رجع ريلوب. فلما بيرجع ريلوب خلاص، لو بده يعرف الناس شو هذا الريلوب بتطلع وين؟ في الباراميتر المخصص او الفاريبل المخصص هذا لسدان. طبعا عشان كلمه ال تي تصير مفهومه لازم فوق في الديكلاريشن اعمل ديفاين للال تي، او في التاج اعمل ديفاين للال تي باختصار. طيب وخلص نفس الفكره، اصغر يساوي يساوي لا يساوي اكبر، هذا طبعا عمله لمين؟ للي اشتغلناه المره اللي فاتت، مش احنا اخذنا النمبر والاي دي والريلوب، فوراني التول كيف بكتبهم. طيب ايش اخر جزء تتوقعي؟ اخر جزء بس بتحطي فيه الفانكشنات اللي بدك اياها. يعني انت طلبتي في الاكشن تعملي فانكشن اسمها انستول اي دي، بتيجي تحت تشتغلي. طبعا ايش متوقع حيكون كاتب في انستول في انستول اي دي؟ دور في السيمبل تيبل، ان لقيته برجع لي اياه، ما لقيتوش خزنه ورجعه. في فانكشن اسمها انستول نمبر، وهنا برضه فرض انه النمبر حنحطه في سيمبل تيبل في بس في المثال هذا، لكن طول شغلنا في الكتاب حنفترض انه بدوش شيء بدوش شيء، بس خلص ريتيرن نمبر والفاليو تبعته، لكن هنا فرض انه في حط في سيمبل تيبل. فالموضوع يا بنات سهل خالص، ما فيش في شيء التول. التول زي ما انت شايفه ديفينيشنز، ايش المطلوب اللي اعمله لما الاقي كل واحد فيهم ويعطيني العافيه. لكن هذا ممكن يجرني لتعريفات للفانكشنز باختصار. كيف عاد هو حيحول بالنسبه لجزء الديكلاريشن اللي فوق الخاص بالسي، وبالنسبه للفانكشنات اللي تحت الخاصه بالسي، كوبي بيست زي ما هم. اللي في النص هم اللي حيلعب فيهم على كيف يحولهم، كيف حنسويهم، هذا هنتكلم فيه لاحقا في محاضرتنا كمان شويه كيف حيحولهم. لكن انا هي استخدامي للتول ببساطه، هيك بستخدم التول وبس. وضحت؟ بس الان في ملاحظه صغيره، لو كاتبين احنا كلمه اف، تمام، للاسف هذا حيعمل انه لقى توكن اسمه اف، لانه اي واف مكتوبين، وهذا حسب تعريفه حيقول لقيت اي دي. السؤال الان، ينفذ الاكشن هذا ولا ينفذ الاكشن هذا؟ لانه لقى الاف هاي هي اي دي لاتر فورد باي لاتر ديجيت، وهي اف، فلقى تعريفين انطبق على اي اف. مش الاي اف هي هذا التعريف، والاي اف هي letter followed by letter or digit، مش هيك تعريفنا قبل شوي عارفينه؟ فهو لما شاف الاي letter or digit، وراها اف letter or digit، صح ولا لا؟ ففي اثنين قالوا لقينا توكن، هذا قال لقيت توكن كاي دي، وهذا قال لقيت توكن كاف لما اكون كاتب كلمه اف. في الحاله هذه مين اللي لازم يتنفذ؟ اللي فوق ولا اللي تحت؟ ايوه، على اي مبدا؟ لانه نفس الطول على البريوريتي. ايوه، فلو انا كاتب في التول زي هيك يا بنات حينفذ الاكشن الاول. عارفه لو انا في التول كاتب هذه هان كان مش حينفذ
الاكشن تاع الاف، كان حينفذ الاكشن تاع الاي دي. عشان يقول لك انتبهي وانت بتكتب في التول لازم تحط البريوريتي الاعلى في الاول، عندك اف قبل الاي دي، عندك ذين قبل الاي دي. عشان هيك رتبهم مش ترتيب اعتباطي، انه قال بخلص من كل هدول قبل الاي دي عشان لما يتساووا اميز الاف. لو انت عاد كنت لما بتساوي لك تميزي اي دي ساعتها بس ايش حتسوي؟ لو برنامجك هيك حتقل بالاي دي فوق، هذا حسب انت ايش بدك. لكن احنا في اللانجويج معروفه الاي اف هي اف مش اي دي، عشان كتبت الاف انا قبل الاي دي. طب واحده حتقول طب افرض اجي اي اف تي، هذا حيزمر انه لقى اف، وهذا الاي دي حيزمر انه لقى اي اف تي. في الحاله هذه مين الاطول؟ الاي اف تي. اذا مش حياخذ اللي فوق، اذا لما بكون في لونجست بياخده، عشان هيك الطول مهم. لكن في حالة التساوي بياخد اللي قبل. ونفس الكلام ينطبق يا بنات على الأصغر والأصغر يساوي. هو لما لقى أصغر، لو أنا كاتب أصغر ويساوي، هذا قال لقيت أصغر وهذا لقيت أصغر يساوي، حياخد الأطول اللي هو مين؟ أصغر. طب أنا كاتب أصغر وسكتت، حياخد هاي على طول، لأنه هي اللي حتى نعملها بس إيش؟ ريكوجنيشن. شفتي كيف؟ هاي القصة باختصار. فبس خدي بالك من الملاحظات هذه، أكثر من هيك ما فيش مشاكل في التول، التول سهلة. هاي كل قصة التول باختصار. وطبعا كل تول لكل لانجوج بتختلف من لانجوج للانجوج، بدك تشوفي ايش تفاصيلها وايش كيف اكتب. يعني هنا الاستراكشر زي ما انت شايفها قاسم جزء 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 باختصار. تمام؟ في اي سؤال لحد هان في التول هاي؟ في حد مش واضح ايش اللي سويناه او اللي قلناه؟ كمل. طيب الان بس في ملاحظه اخيره عشان نختم الدرس هنا. بعض اللانجويجز زي الفورتران بتسمح انه يكون الكلمه كيورد وايدنتيفاير، او اسم اري وكيورد، صح ولا لا؟ فكيف كنا نميز؟ تتذكري كنا نميز انه بضطر امشي كثير لقدام، صح؟ عشان اقدر اعرف. يعني مثلا اديكي مثال نشتغل عليه. يعني مثلا هذا المثال، ها خلينا نشتغل عليه. ايش بقول لك؟ بقول لك الاف هنا عباره عن اسم اري، تمام؟ بينما الاف هنا عباره عن ايش؟ الاف كونديشن الكيورد. الان كيف بدك تعرفي انه هذه الاف هي الكيورد ولا لا؟ قال لك سهله جدا، ما الاف في اللانجوج هذه مقترنه بذن. فقال لك لما بلاقي اف بدي امشي 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 امشي، لما يخلصوا الاقواس اشوف ايش بعد القوس. ان لقيت حرف تي معناها هذه خلص، هذه الاف كونديشن. ما لقيتش غيرك بتكونش الاف كونديشن. الان طب السؤال كيف اعمل التعريف؟ يعني انا قبل شوي الاف كانت سهله، تعريف الاف اي اف ويعطيني العافيه. طب هذه لا، هذه القصه انه بده يقعد يمشي ويمشي ويمشي بعد الاف عشان لسه يعرف انه هذه اف ولا مش اف. قال التول بتعطيكي اوبريتور تساعدك. كيف؟ قال التول بتعطيك الاشاره هاي. هذه شو معناها الاشاره؟ معناها اذا تحقق كل ما يلي التوكن تبعك هو بس اللي قبلها. يعني الان الفاصل هذا ايش معناه؟ انه عشان هذا يكون توكن الاي اف لازم يجي كل اللي ورا. ان اجى كل اللي ورا خلص التوكن تبع مين؟ هو اف. واوتوماتيك لازم يرجع الليكسين بيجن لوين؟ على كل اللي مشيهم، صح ولا لا؟ يعني افترض انت كاتبه اف وعامله اشياء واقواس وما فيش تي، وصار ماشي 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 ماشي، واكتشف في الاخر يا ستي انها تي مثلا، انها اف. لازم الليكسين بيجن وين يرجع؟ عند الاشاره. انه بقول له من عند الاشاره هاي كل اللي حتمشيه بدك ترجعوا اذا لقيت الاف. ليش؟ ما هو كيف بده يفحص انه اف ولا مش اف يا بنات؟ مش بده يضل ماشي؟ مش حيمشي كثير. طب بعد ما مشي 100 كاركتر لقى كل اللي بقول انها اف، ايش يعمل؟ بده يقول رجعت لك اف. طب من وين يكمل فحص؟ بده يرجع للاف ثاني. فبس فهذه الاوبريتور هيك بتشتغل اوتوماتيك، انه لما بتحط الاشاره هيك معناها انه هذا بيكون توكن اذا اجى كل اللي بعدي، لكن لازم يرجع عنهم بعد هيك. فبس هي كل القصة. طب تعال تشوف كيف عرف الاف. قال لك الاف عبارة عن ايش عشان تيجي الاف؟ بده يجي قوس. طبعا ليش حط السلاش؟ عشان يحكي عن القوس ككاركتر، لأنه هذا برضه في التول.
وبعدين هذه إشارة معناها كاركترز. الدوت نجمة كاركتر زي في الدوس وزي في اليونكس ومش عارف وين. الدوت نجمة يعني كاركترز، يعني كله سكيب 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 امشي عنه. وبعدين بيقول لازم الاقي ايش؟ تذكرة قوس، هذا عشان نعرف انها اف ولا مش اف. وبعد تذكرة القوس ايش لازم الاقي؟ لتر. قال اذا صار هذا كله تحقق معناه ايش احنا؟ لقينا اف. يعني هذه الشروط اللي لازم تيجي عشان هذا يكون ايش؟ توكن اف. شفت كيف؟ فايش اللي حيث السلاش معناها انه هذه اف لحالها اذا اجى كل هدول. هذا لا انه القوس ما هو مستخدم، بدي اميز انه لا بقصد القوس كاركتر زي ما كنا نقول الميتا داتا بدي اميزها. فبس هاي القصه، يعني هنا ما فيش يعني ما فيش شيء صعب. انا كل اللي بدي اقوله انه يا جماعه انه الاف هاي سلاش هذه معناها انه كل اللي بدي بس هذا للفحص هيك بدي اقول. يعني الان لو بدي ارجع على كودي فوق بدي افهمك الان، لو بدي ارجع على الاف اللي كتبتها شايفه انا اف وخلصت. طب افرض بدي الاف تاعت الفورتران بقول له ماشي شرط شحطه وبحط كل التفاصيل اللي لازم تيجي عشان اعتبر بس هي هذا الاف. مش يروح يرجع كل التفاصيل، مش ياخذ كل اللي مشيه ويرجع يقول له هاي التوكن، مش هيك. فهذه بس هي الاوبريتور هو مديك اياها اوبشن انه هذه معناها لما تحطيها الشرطه بعد الحرفين انه بعتبر لك هدول الحرفين توكن اذا تقرر كل التالي، وبرجع لك اوتوماتيك عنهم عشان تكملي فحص من جديد. هاي باختصار الاوبريتور. مش لازماني زي السيم يبقى بلا منها، بس ممكن تنزل في بعض اللانجويجز بس. اوكي اللي بدها تسال تتفضل، انا بعدين بديش تسال انا ماشي على طول. اللي بدها تسال بعيد. في سؤال؟ فيش اسئله؟ خلصنا؟ تحرين، انا هاجي وقتي اسال زي ما بدي براحتكم انتم. كنت بدك تسالي ولا بطلتي هانا؟ هلا بدك تسالي ولا خلص؟ تمام؟ طيب فيش اسئله؟ تحرين براحتكم. طيب كيف حالكم؟ تمام؟ طيب خلونا الآن في الدرس الجديد 3-6 Finite Automata. بس قبل بدي أذكرك بشغلتين رئيسيات. إحنا إيش تعلمنا حتى الآن في السكاشن السابقة؟ شغلتين. شو هما؟ الريجولار ديفينيشن اللي بيوصف التوكن، وليش تعلمته؟ علشان اكتب فيه التول، صح؟ مش هي التول ما طلبش مني حاجه ثانيه غير بس اكتب لي الديفينيشن ويعطيك العافيه. بس في درس انا برضو تعلمته المحاضره السابقه مش عارف ليش تعلمته، اللي هو ستيت دياجرام. يعني ليش انا اخذنا الستيت دياجرام؟ احنا بذكرك حولنا اللي هو الريجولار ديفينيشن لستيت دياجرام. ليش؟ ايوه لانه الستيت دياجرام اسهل في عمليه السيميوليشن، اسهل في عمليه البرمجه باختصار. طيب تتوقعي التول اللي اشتغلتها قبل شويه اللي حطيت ديفينيشن وين حتكون مرحله الستيت دياجرام فيها؟ وين بتبين؟ والله بحولش تتوقع على الستيت دياجرام. ايش توقعاتك؟ التول، مش انا كتبت التول، هل حيحول تتوقع الى ستيت دياجرام ولا ما له علاقه؟ والله لا لازم يحول. ايش رايك؟ المنطق بيقول انه التول لازم يحول لستيت دياجرام، ولا ليش اخذته؟ مش احنا قلنا بشكل هيومن الديفينيشن بتحول لستيت دياجرام لانه برمجته بتصير سهله. طب انا كتبت في التول بس ديفينيشن وخلصت، ايش تتوقع حتسوي التول في لحظه ما بتحول؟ اكيد حيحول كل الديفينيشنز اللي انا عملتهم لستيت دياجرام. ليش؟ عشان يعمل له سيميوليشن بالسي ويخلص ويتعرف على التوكنز، مش هيك ولا لا؟ والا ليش انا تعلمت الستيت دياجرام؟ لان هذه خطوه بتنعمل التول لحاله بيعملها انترنالي سيستماتيك، بقلب كل الديفينيشنز اللي انا كتبته جواته سواء في النص الثاني ولا في الاول كلهم بقلبهم لشو؟ لستيت دياجرام، وبعدين بيعمل له ايش؟ سيميوليشن، وبيعرف حاله اذا لقى توكن او ما لقاش توكن.
هاي باختصار. بس طبعا انا تعلمت هذا الكلام كله كهيومن، لسه ما خدتوش شيء بشكل سيستماتيك. عشان هيك السكاشن 3-6 و3-7 و3-8 واللي جايات هدول بيوريك كيف العمليه بتشيل سيستماتيك، بتصير سيستماتيك، كيف التول هذه بتحول كل اللي عندها لفاينايت اوتوميتا، وهذه الفاينايت اوتوميتا اللي انا طلعتها كيف بنعمل لها سيميوليشن بشكل اوتوماتيك عشان تقول لي هذا توكن ولا مش توكن. هاي اللي بدنا ناخده في السكاشن اللي جايه. تمام. طيب الفاينايت اوتوميتا عباره عن ايش؟ هي باختصار عباره عن الدوائر، يعني زي الترانزيشن دياجرام، دوائر ومن كل دائره في عليها ايدجز، وين اروح عند A وين اروح عند B وين اروح عند C. تمام. وبتوقع اول دويره فيهم تكون هي الستارت ستيت، وبتوقع يكون في دوائر اكسبتنس على اساس يقول لي هذه في اللانجوج ولا مش في اللانجوج. ودوائر الاكسبتنس كيف بنميزها؟ بدائرتين مع بعض. وما ننساش انه ممكن يكون اكثر من دويرتين في بعض، يعني اكثر من اكسبتنس ستيت. في الحاله هذه ايش بنسوي؟ بناخذ اللونجست باث، وفي حال التساوي بناخذ اللي رقمه اقل او البريوريتي تبعه اللي هو ذكر قبل الثاني. ما ننساش المعلومات هاي. طيب الان بالنسبه للفاينايت اوتوميتا في نوعين، في نوع بنسميه نون ديترمينستيك فاينايت اوتوميتا اللي هو الان اف اي، ونوع بنسميه ديترمينستيك فاينايت اوتوميتا اللي هو الدي اف اي. ايش الفرق بيناتهم؟ بالنسبه يا بنات للان اف اي ممكن الاقي من الزيرو عند الاي بتروح لخمسة، والاقي عند الاي كمان مره بتروح لسبعة، وعند الاي كمان مره بتروح لتسعة. يعني قال لك الان اف اي وارد جدا يكون نفس الليبل طالع اكثر من مره، وهذا طبعا بحير في البروسيس. يعني افترض انا واقف في دائره زيرو والانبوت اي، وين بدي اروح؟ المشكله عندك اكثر من خيار، عندك خمسة وعندك سبعة وعندك تسعة، وبدك تعمل التست أكثر من مرة، صح ولا لا؟ وتخيلي كمان خمسة طالعة من عند بي وعند بي وعند بي، وكل دائرة طالعة مرتين ثلاثة عند نفس الاسم، بتوقع حتكون أصعب من لو كانت مباشر اسم واحد، صح ولا لا؟ عشان هيك بسميها النون ديترمينستيك، أنا مش عارف من هذه الدائرة وين بدي أروح بالضبط، بدها بروسيس زيادة. فهذا أحد الشروط اللي موجودة اللي بتعرفني إنه هذه أنا في، إنه تكرار الليبل اللي طالع من الإج، اللي طالع من الدائرة، تكرار اسمه. طب في حاجة تانية في الأنا في إنه ممكن للأسف الشديد أطلع من دائرة زيرو أروح على دائرة عشرة عند حاجة اسمها إبسلون، وعند إبسلون كمان أروح عند 15. يعني أروح من زيرو ل 15 بدون إنبوتس، هيك معنى إبسلون. أروح من زيرو ل 10 بدون إنبوتس، يعني فجأة أكون واقف في زيرو ألاقي حالي وقفت في 15 عشان أجرب بدون أي كاركتر. فهذا بصعب الامور اكثر، انه انت مسموح لك من زيرو تعيد شغلك من 15 بدون شيء، مسموح لك من زيرو تعيد شغلك مثلا من 10 لانه كاتب لك يسمح الانتقال عند الابسلون. شفتي كيف؟ فهي شغلتين بيعرفوك انه اللي عندك انا اف اي ولا مش انا اف اي، اذا لقيتي تكرار الايدجز الليبلز او اذا لقيتي الابسلون. عاد الدي اف اي اللي هي اسمها ديترمينستيك لا تسمح لا بابسلون ولا تسمح بتكرار الليبل اللي طالع من الدويره. يعني بالعربي لو انا في زيرو ولقيت A رايحه على خمسة مستحيل الاقي A كمان مره، خلص بكون شيء ثاني B، مستحيل الاقي ايبسلون موجوده طالعين على مكان. فمن عشان هيك يسموها ديترمينستيك، يعني سهله انه بسرعه اعرف النتائج واروح وين بدي اروح. تتوقعي من رسمتين التنين اللي انا رسمتهم مين افيشيانت، مين اسرع؟ اكيد الدي اف اي، لانه الدي اف اي ما فيش فيها خيله. انا دائره زيرو اجي ايرو على كذا، اجي كذا على كذا، اجي كذا على كذا، فيش فيها خيله، واضحه الامور فيها، معروفه الامور فيها، ديترمينستيك. اما الان اف اي هي اللي ايش؟ اللي بتتعب، وين اروح؟ طب اذا جت اي، طب اذا جت ابسلون، طب فيها خيارات، فيها يعني بدها شغل كثير. فواضح انه الدي اف اي اكثر افشنسي من الان اف اي، الدي اف اي. تمام. طيب السؤال المهم، طب ليش انا اتعلم الان اف اي؟ ما كان خلص وديتنا على الدي اف اي وخلصنا، يعني ليش انا اروح للان اف اي؟ كيف يعني؟ كويس بتجاوب، بس بدنا كويس، بس جاوبي اوضح. هي كويس كلامك، بس كيف؟
كلامك صح بس يمكن مش واضح للبنات. ايه ماشي، بس سؤال، ليش انا اتعلم الان اف اي؟ ما خلص ما اروح على الدي اف اي وخلصنا واعلمكم دي اف اي، وليش اتعبكم في الان اف اي واحنا شايفين الدي اف اي احسن، صح ولا لا؟ ليش؟ ايش اجاوبك عشان نختصر الوقت زي ما قالت هي؟ لانه الحصول على الان اف اي من الريجيولر اسهل بكثير. مش احنا اتفقنا انه بدنا نروح من الريجيولر نحول لستيت؟ قال لك في طرق سيستماتيك سهله طلع لي الان اف اي، لكن صعب لو بدي اروح على الدي اف اي. واذا تتذكروا ايام ما اشتغلنا في الشباتر الاولى وقلنا في الكومبايلر بيحاول للوهله الاولى يكتب الكود صح، وبعد ما يكتبه صح بيعمل له اوبتمايزيشن وبيظبطه، بيكون تفكيره اني بس اكتبه صح. هذا نفس الفكره، انه انا في ريجولر ديفينيشن موجود عندي، تحويله الى ان اف اي سيستماتيك وسهل، وواحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن انه اروح لدي اف اي بتعب مش سهل. فقالوا طالما انه تحويله لان اف اي سهل واوتوماتيك وعلى بناء على الالجوريثم ممكن ناخده، صرت انا مجبر اعرف الان اف اي. بس واحده حتجاوبني، طب والدي اف اي؟ عاد الحلو في الموضوع انه كل ان اف اي في لها ايضا طريقه سيستماتيك تتحول لدي اف اي. هيك الصوره اكتملت. يعني كل القصه اللي حتصير انه الريجولر ديفينيشن بتحول اوتوماتيكلي الى ان اف اي اللي هو سهل الحصول عليه، وبعدين حستخدم الجوريثمات اخرى حتعلمها تحول من ان اف اي لدي اف اي، وبعدين حعمل سيميوليشن للدي اف اي ويعطيني العافيه. هيك كل قصتنا، هي كل قصتنا اللي تصير في التول. انا عاد في التول يعطيني العافيه كتبت ديفينيشن، التول لحاله ايش حيكمل؟ يحول ان اف اي، يحول دي اف اي، يعمل سيميوليشن ويديني الجواب هذا التوكن موجود ولا مش موجود. شفت كيف؟ طبعا كيف العمليه حتتم بشكل سيستماتيك حنتكلم فيه طبعا، احنا بس الان قاعدين بنحط الخطوط العريضه، ايش الان اف اي، ايش الدي اف اي، ايش سبب وجود الان اف اي، ليش الدي اف اي مهم. فهي الخطوط العامه بدنا نعرفها، لكن لحتى الان في غموض كيف انا احول مباشر، هذا حنشوفه، كيف احول من الان اف اي الى دي اف اي، هذا حنشوفه. طيب خلونا الان برضو نتكلم شويه نوضح اكثر الان اف اي. تمام، تعالوا نشوف ايش مكتوب. نمشي في الامثله تحت الكتاب. طبعا يا بنات زي ما انتم شايفين هذا انا الكلام كله ذكرته. قال الان اف اي عباره عن ايش النون ديترمينستيك؟ قال عباره عن مجموعه من الستيتس، واحده منهم بدها تكون طبعا الستارت. تمام، ومش بس هيك، الان كل ستيت عشان تطلع للستيت اللي وراها لازم انبوتس. انت كيف تنتقل من دائره لدائره؟ مش عبر انبوت، فلازم يكون لللانجوج هذه في انبوتس. يعني مثلا نتكلم على لغه الجافا، انت لما تقعد تبرمجي بالجافا مسموح لك تستخدم السمول لترز والكابيتال لترز ومش عارف الاندر سكور والارقام يعني في كاركترز مسموح تستخدمها، هذول كلهم اسمهم انبوتس. لكن في المقابل في كاركترز اخرى ممنوع تستخدميهم، بلزموش زي الدولار، ليش تحطي لي دولار في الملف؟ غلط. ففي دائما مجموعه من الانبوت اللي انت مسموح تستخدميهم، وفي انبوتس مش مسموح تستخدميهم لكل مكان بدك اياه، لكل دوائر بدك اياه، صح ولا لا؟ طبعا الان انا لما اجي اقول لك طيب افترضي انا عندي دوائر، الانبوت اللي ممكن اشوفه بالكثير اي بي سي، وسالتك شو الانبوت للدوائر هذه؟ حتقولي لي بس يا اي يا بي سي، لان انا هيك فارض انه اللانجوج تبعت ما فيش فيه غير اي بي سي. لكن لو بدي اعمل دوائر للغه الجافا وبدي اشوف طالع من دائره لدائره، محتمل تشوف السمول لتر، محتمل تشوف الكابيتال لتر، محتمل تشوف الارقام، محتمل تشوف الفاصله، الفاصله المنقوله، كل الحاجات اللي ممكن تستخدميها جوا وارد تكون انبوت عشان تنتقل من دائره لدائره. الحاجات اللي ممنوع تستخدميها جوا ما بتلاقيهاش على الانبوت. فهمتي ايش يعني الانبوت اللي نقصدها؟ يعني كيف انا انتقل من دائره الى اخرى؟ لازم يكون في انبوت اللي ينقلني. اجي حاجه غير هذا الانبوت ايرور. شفتي كيف؟ فالان ايش بقول لك؟ بقول لك اي ان اف اي الها ستيتس والها انبوتس عشان ننتقل بين الدوائر، واضافه للانبوتس الها ابسلون، لانه مسموح قلنا في الان اف اي ننتقل من دائره لاخرى عبر الابسلون، ومسموح الانبوت يتكرر. بدك تنتبهي في الان اف اي، مش قلنا ممكن الانبوت يتكرر بنفس الدائره، ما تنسيش المعلومات هاي. وبعدين ايش بقول لك؟ استيت اس نود اللي هي مين؟ الستارت سيمبل، لازم يكون في دائره بدايه، ولازم يكون في دوائر نهايه اكسبتنس اللي هم دورتين في بعض. بس هي باختصار بقول لك اللي طبعا شايفه ايش قال لك؟ الست اوف ستيت، يعني قال لي انه الاكسبتنس مش ستيت واحده،
ممكن يكون أكثر من دويرة أكسبتنس. ماشي، بس أنا حنبطل عن الستار خلص، هي اللي بكفينا التنتين أكسبتنس في بعض، لأنه حنعرف نتعامل معها بطريقة تانية. تمام؟ طيب we can represent. طيب خلاص هذا تمام، تعال ناخذ أمثلة. طبعا يا بنات هنا ايش تتوقعي ال NFA؟ طبعا this graph is very much similar to the Nansen diagram except، يعني ال NFA هو شبه DFA باستثناء ايش؟ شغلتين. ايوه 100%، خلاص ايوه ذكرهم هنا كويس. قال انه ممكن نفس الليبل نفس الاسم يطلع من نفس الدويره اكثر من مره، وانه الابسلون ممكن يكون موجود على الايدجز. هيك لو طلعتي لقيت هدول موجودين حتسميها على طول انت ايش؟ ان اف اي. ما لقيتيش هذا متحقق حتصير ايش؟ دي اف اي. طيب تعالوا ناخذ امثله الان. قبل ما اشوف المثال، لحسن الحظ كل ريجولر ديفينيشن له NFA. ها هذه معلومة الآن خذيها، كل regular definition له NFA، يعني كل token له NFA، لأنه كل token أنا بوصفه بديفينيشن والديفينيشن بقلبه ل NFA. إذا أنا صار عندي القدرة الآن أحصل على NFA تحكي لي الكلمة هاي اللي أجت هي token أو لا. بحيث لو أنا ليش؟ لأنه إيش فكرتنا؟ بنمشي على الانبوت الاول وبنمشي على الدوائر وبنضلنا ماشيين مع بعض، خلصنا السترينج هاي اللي بدي افحصها. اذا وصلت دائرتين في بعض ايش بقول؟ هذه توكن. ما وصلتش ولا دائرتين في بعض وخلصت الكلمه بقول هذه مش توكن، انا مش في اللانجوج. اذا واضح انه ال ان اف اي تصف اللانجوج اللي بتتعامل بالريجولر ديفينيشن. مالكم؟ ايش فيه؟ مالكم؟ ايش مالكم هذا؟ في شيء؟ طيب نكمل. دقيقة واحدة بريك. طيب بس هذا المثال بعدين دقيقتين. طيب بس هذا المثال. شوفي هاي هذا عبارة عن ايش؟ ايش اللانجوج اللي بتطلع؟ كل الكلمات المكونة من A و B تنتهي ب A B B، صح؟ طيب سؤالي، طبعا هذه الرسمة هي NFA لهاي، هاي الرسمة NFA لهاي. إيش يعني؟ يعني أنت مش حتوصلي ثلاثة إلا إذا كانت الكلمة في اللانجوج. لو الكلمة مش في اللانجوج ما بتوصليش ثلاثة باختصار. طب ناخد مثال، لو واحد كاتب A A A B بي وسألنا سؤال، هل هاي في اللانجوج ولا مش في اللانجوج؟ ايش مطلوب منك تسوي؟ بدك تستكشفي هل ممكن اوصل من خلال هذه الكلمة، ممكن امشي بطريقة ما اني اوصل لثلاثة. اذا لقيت باث يوصلني لثلاثة يبقى هذه الكلمة في اللانجوج، اذا لقيت ولا باث يوصلني لثلاثة مش في اللانجوج. طبعا الناس الشاطرين، الناس النايمين في الاول ناسانين، بصيروا شو يقولوا؟ بيقولوا A A A B B، وبعدين بيقول لي مش في اللانجوج. بقول له غلط، ما في طريق ثاني لو انت مشيتها بتلاقيها. وين الطريق الثانية؟ انه اول A بده يلف وين؟ هنا اول A، وثاني A يلف هنا، بينما ثالث A يروح هنا، وبعدين B يروح هنا، بعدين B يروح هنا. في الحالة هذه أنا وصلت لثلاثة من خلال باث معين أنا دورت عليه، إذا هذه في اللانجوج. طبعا لاحظ إنه هنا في شوية صعوبة، وين؟ إنه لازم أدور ترايل أند إيرور إني بقدر أوصل ولا بقدرش أوصل، لأنه للأسف الشديد عند أول إيه أنا محتار. يعني في كثير بنات عند أول إيه محتارين، ألف هيك ولا أمشي هيك، لأنه في خيارين. فالمطلوب منك تجربي الحلين، تجربي لو أخذتيها هيك بتوصلي ولا بتوصليش، طب لو رحت هيك بتوصلي ولا بتوصليش. فبدك تعملي اكثر من تجربه تشوفي حالك هذه بتوصلك لثلاثه ولا لا. اذا لقيتي بتوصلك لثلاثه اذا هذه في اللانجوج. ايش يعني هذه يا بنات في اللانجوج؟ يعني هذه توكن، لانه انت اساسا حاطه تعريفات التوكنز. هنا هذا مش تعريف توكن، لكن انت في الاساس عامله ديفينيشن لتوكنز، فاذا وصلت للاكسبتنس معناها هذا توكن اللي انت لقيتيه.
ساعتها هتروح تنفذ الاكشن اللي قبالها لهذا التوكن. طيب افترض كاتبين A A A B للصبح دوري مش هتوصل الى 3. اذا على طول هتقولي لي هذا ماله؟ مش في اللانجوج لانه ما فيش له باث. شفتي كيف؟ يعني الخلاصه انه هذا عباره عن ان اف اي بتوصف اللانجوج كلها. فهاي وهاي اكويفالنت، لكن هذا على شكل معادله، هذا على شكل فاينايت اوتوميتا ان اف اي. الان كيف هذه طلعت من هاي؟ مش موضوعي، هذا حناخده بعدين بشكل سيستماتيك، حنتعلمه كيف هاي بتطلع هاي، لكن اليوم هو لسه قاعد بيشرح ايش الان اف اي، كيف الان اف اي بتوصف اللانجوج او بتوصفش اللانجوج. وضحت؟ دقيقه واحده بريك. طيب الان زي ما في حاجه اسمها فاينايت اوتوميتا او ترانزيشن دياجرام، في حاجه اسمها ترانزيشن تيبلز، وهي اكويفالنت للدياجرام، وصف بطريقه تيبل. كيف يعني؟ يعني مثلا كم ستيت انت عندك هنا؟ 0 1 2 3 4 ستيت صح؟ فراح عمل في التيبل ايش تحت؟ قال لك هاي عندي 0 1 2 3. الان روح للدائره الاولى 0، عند A1 بتروح وعند B1 بتروح وعند F1 بتروح، روح تطلعي فيها. هاي اول وحده. عند 0 بتروح على A او B، عند A بتروح على 0 او 1، وعند B بتروح على 0، وعند ابسلون ما فيش، بتروحش عاد ما فيش ابسلون صح؟ عشان هيك بتلاحظ انه كتبها زي هيك. هي الزيرو عند A بتروح على 0 او 1، وعند B بتروح عند 0، وعند ابسلون ما فيش ابسلون. طب تعالي لدائره 1، طلعي فوق شو فيها؟ بس بتروح على على 2 عند B، لكن عند A بتروحش على مكان، وعند ابسلون بتروحش على مكان. عشان هيك اطلع كيف وصفها باختصار. هي قال عند B بتروح على 2 وما فيش ما فيش خلص، فبروح ايش بعملها على شكل تيبل مش اكثر. يعني ليش؟ لانه ممكن الكمبيوتر يستسهل هذه الطريقه اكثر، بدل ما يعمل نودز وايدجز وليبلز ومش عارف ايش، خلص يعمل تيبل ويشتغل عليه انه انا في A واجا 0 وبروح. انا مش كل حي قصتنا كانت اف الس في الستيت دياجرام في برمجتها، فهو بيقدر يعرف وين بروح وين بروحش من وين، من الستيت تيبل. فهذا شكل اخر على شكل تيبل غير الرسم، والاثنين واحد في النهايه اكويفالنت لبعض. تمام. طيب الان ايش بقصد اكسبتنس اوف انبوت سترينجز باي اوتوميتا؟ الكلام اللي انا شرحته قبل شويه في المثالين هدول، هيو هنا بتكلم فيه، انه انت كيف تعرفي انه هذه السترينج في اللانجوج ولا مش في اللانجوج؟ قال لك سهله جدا، ابدي من اول دويره وشوفي هذا الباث بوصلك لثلاثة ولا ما بوصلك. إذا بوصلك لثلاثة هذه معناها إيش؟ في اللانجوج. إذا ما بوصلك لثلاثة معناها إيش؟ مش في اللانجوج. فبس نفس المثال أنا شرحته قبل شوية، شرحه قال لك مثلا A A B B في لها اثنين باث، الباث الأول إنه ضلك في ستيت زيرو A B الحل اللي في الأول اللي بوصلنيش، لكن في حل تاني بيوصلني، فأنت مين حتعتمدي؟ الحل اللي وصلك. فبس بدي أقول لك إنه خدي بالك ممكن تعملي بروسيس أكثر من مرة وتدوري على الباث اكثر من مره لغايه ما تكتشفي انه بوصل ولا لا. فوداكي هنا وراكي مثالين، انه مثال بوصلش ومثال بوصل. يعني الكلام انا شرحته هي موجود في المثال هذا اللي انا قلته قبل البريك. تمام. طيب هذا برضو مثال اخر بيقول لك هاي اي اي نجمه اور بي بي نجمه، ايش الان اف اي تبعتها؟ طبعا هذا ايش اللانجويج؟ 1 اور مور ايز او بي اور مور بيز. طيب وين الان اف اي تبعتها؟ هي ايش رايك في الان اف اي تبعتها؟ هي انه لو انا كتبت A تمام بروح مباشره على وين؟ ليش؟ لانه هذا الابسلون ما لهاش دعوه صح ولا لا؟ بيروح على اكسبتنس اللي هي 2. الان اجت كمان ايه؟ حياخذ الاطول، صار في اكسبتنس ثاني كمان ايه؟ ففي الاخر مين حياخذ اخر اكسبتنس لانه اطول واحد؟ فالخلاصة انه انت لن تصلي 2 ولا تصلي 4 الا في اللانجوج A A A A A او B B B، غير هيك لا صح ولا لا؟ طيب فهاي في النهاية ان اف اي اكسبتنج اللانجوج A بلس اور B بلس، هاي باختصار.
فبس المطلوب منك انه تشوفي لاي string عندك هل في باث يوصلني للاكسبتنس ولا لا. اذا لقيتي في باث يوصلني معناها على طول هذه في اللانجوج. طب سؤالي للناس الشاطرين، افترض انا ما كتبتش ولا اشي ابسلون، هل بتوصلني؟ ليش؟ لانه الابسلون اساسا مش موجودة. عارفة لو هذه ما كانتش هان بعمل هيك، لا لازم اعمل هيك انه عند الابسلون اكسبتنس، لكن بعملهاش للبي لانه البي لازم يكون ايش؟ بي واحدة. فدائما انتبهي لكل ريجيولر ديفينيشن انا في خاصة فيها تتغير بتغير الان اف ايه. المهم الخلاصة انه لازم الان اف ايه اللي انا اعملها في الاخر تعمل لي بس اكسبتنس للحاجات اللي في اللانجوج، وما تعملش اكسبتنس للحاجات اللي برا اللانجوج. ليش انا بقول هذا الكلام اليوم؟ لانه هذه حتصير للتوكن، وبالتالي لانه ححط تعريفات توكن مش هيك، وحطلع انا اف ايه للتوكن مش هيك، وبالتالي اي كلمه او مجموعه من الكاركترز بجربهم في الان اف ايه هاي. والله ان هذول الكاركترز وصلوا لاكسبتنس معناها هذول توكن، ولا كيف وصلوا؟ ما وصلوش للاكسبتنس معناها هذا مش توكن مش هيك ولا لا. بس طبعا بشرط لازم اكون حاطط كل الان اف ايه تعريفات لمين؟ لتوكنز. هو انا لا بس بدي يعلمك الفكره، فبيجرب ل اي بي اي اور بي اي بي نجمه اي نجمه زي هيك. المهم خلاصته كل ريجولر ديفينيشن له ان اف اي متطابق معاه يقول لي هل يقبل الكلمه هذه في هذه اللانجوج او لا يقبلها باختصار. تمام؟ طيب ايش رايك في السطر هذا؟ اقري فوق ايش كاتب. ادي ديترمينستيك فاينايت اوتوماتا، لانه بدا بده يشرح ثاني الدي اف اي وانا شرحت اوريدي. از ا سبيشال كيس اوف وات اوف ان اف اي وير. ايش تتوقع يكتب تحت؟ فيش ابسلون وفيش تكرار 100%. يعني الدي اف اي هي ان اف اي بدون التكرار والابسلون. طلعي هي ايش كاتب، هي اقري كاتب ايش. ذير ار نو moves on input epsilon، ما بنتقلش مع الابسلون، يعني ما فيش ليبل ابسلون. مش بس هيك، for each state s and input symbol a there is exactly one edge بيطلع من s، لكن بلاقيش يطلع مرتين، مره واحده ماكسيم عند ال a الوحده، فهيك بصير دي اف اي. طيب كيف نعمل يا بنات السيميوليشن تبع الدي اف اي؟ تعالوا نطلع كيف نعمل السيميوليشن تبع الدي اف اي، والقصه سيمبل خالص. قال لك ايش الانبوت؟ حيكون عندك دوائر الدي اف اي، وحيكون عندك الانبوت اللي بدك تفحصيه في اللانجوج ولا لا. مش هيك سيميوليشن؟ انا عشان اعمل سيميوليشن واقول هذا توكن ولا مش توكن، ولا هذا في اللانجوج ولا مش في اللانجوج، ايش بلزمني؟ طرفين. الطرف الاول اللي هي الدوائر او الفاينايت اوتوماتا او الدي اف اي التي تمثل اللانجوج او تمثل التوكن مش هيك، والطرف الثاني الكلمه او الانبوتس المراد فحصهم اللي بنتهي مثلا باشاره انه خلص بنتهي باند اوف فايل او اند اوف كاركتر او اي حاجه. الان بدي افحص، كيف بدك كيف بدك تفحصي؟ ايش بدك تسوي عشان تفحصي؟ حتقولي لي حبدا في الستارت سيمبل في الستارت ستيت، وحبدا في اول كاركتر موجود في البفر، ومنه حعرف وين الدوائر اللي حروح، وحمشي على الكاركتر اللي وراه، ومنه حعرف وين حروح، وضلني امشي في الدوائر وامشي في الكاركتر. خلصت السترينج حشوف حالي وين وقفت في الدوائر. ان وقفت على دائرتين مع بعض هاد في اللانجوج، ما وقفتيش على دائرتين مع بعض هاد مش في اللانجوج. يعني القصه سيمبل خالص تاعت السيميوليشن، وما فيش هنا زي الان اف اي لخبطه انه الاقي الاي مرتين وسيره تحر وسيره مش عارف. هنا الدي اف اي سهله زي شفتوا الكود اللي برمجناه المره اللي فاتت، زي الدي اف اي الاف الس. انا في ستيت 0 واجا ايرو على ستيت 5، انا في ستيت 5 اجا بيرو على ستيت 9، انا في كان سهل. فهيو تعال نشوف كيف مكتوب. ايش بقول لك؟ الانبوت عباره عن سترينج اكس المراد فحصها، وايش كمان؟ والدي اف اي الدوائر اللي حتقول لي في اللانجوج ولا مش في اللانجوج. هذا الانبوت. ايش الاوتبوت تتوقعي؟ يس اور نو.
هل هاي الكلمة في اللانجوج ولا مش في اللانجوج؟ طب كيف بدي يقول لي يس ولا نو؟ إذا وقع في دورتين في الآخر يس، ما وقعش في دورتين نو. الآن طب إيش الميثود؟ كيف بدنا نشتغل؟ هاي هالميثود، تعالي شوفيها، هيها هاي هالميثود، تعالي اطلعي. أول ما ببدأ، بنات هدوء لو سمحتوا، أول ما ببدأ إيش بقول لك؟ بقول لك حتبدي من وين؟ حتبدي من أي، من أي ستيت؟ الإس الأصلية الستارت صح؟ وحتمسك إيش؟ كاركتر من الوين؟ من البفر اللي بدك تدور فيه توكن ولا مش توكن، أو الكلمة اللي بدك إياها، مزبوط؟ الآن إيش حتعملي؟ صار عندك سي الكاركتر أو الإنبوت ودورت البداية. الآن إيش حتعملي؟ طبعا حنضل اللي إيش حنقول؟ إيش الموف معناها يا بنات؟ إيش يعني من الأس هادي لما بيجي السي هادي وين الدائرة اللي حروح عليها؟ حروح دائرة خمسة مثلا. إيش الإس هادي حتصير؟ دائرة خمسة. تتوقع الفانكشن موف إيش جواتها؟ إف إلس. إف أنا في الأس هاي وأجا إيرو على تسعة، أجا بيرو على عشرة، أجا ديرو على 11، مش هيك إف إلس بالآخر؟ يعني الإس الجديدة تبعتك إيش حتكون؟ على حسب هذا الإنبوت وعلى حسب الدورة اللي أنا فيها. فإذا مثلاً الدورة اللي أنا فيها عند الـ A بتروح على 90، إيش تصير الإس هذه؟ 90. وبدي أكمل من عندها، كيف بدي أكمل من عندها؟ بدي أمشي على الإنبوت اللي وراه، فإيش بقول له؟ هات لي الكاركتر اللي وراه وعيد شوف الإس وين بدها تروح. طب لا بدي أضل نعيد، لا أنت ضلي ماشي لما توصلي لنهاية الكلمة، خلص خلصت الكلمة كلها، مشيت عليها كل الكاركتر شفتهم خلصتي، ايش حتسوي؟ حتفحص الاس هاي الاخيره اللي وقفت عندها، هل هي من دوائر الاكسبتنس؟ يعني هل هي دورتين في بعض؟ دورتين في بعض، خلص يس هذه في اللانجويج. مش من دوائر الاكسبتنس نو، بطلع. يعني سيميوليشن تاع الدي اف اي سهل جدا ومره واحده بيخلص، بدوش زي الان اف اي مرة اطلع فوق، مرة روح تحت، مرة عيد، مرة جرب ويخيلني، مرة بإبسي ومرة بتكرار الـ A وتكرار الانبوتس، ما فيش هذا الكلام موجود. فقال لي الدي اف اس سمبل خالص، خلص خذي دائرة البداية وخذي الكاركتر وشوف وين حتروحي، وامشي الكاركتر اللي وراه وين حتروحي، الكاركتر وين حتروحي، خلصتي شوفي حالك وين وقفتي. وقفتي في اكسبتنس خلصنا، يس. ما وقفت في اكسبتنس نو، باختصار. وضحت السيميليشن تبعتها؟ طيب، الآن بس بدي أكد على المعلومة هاي. من خلال الرسمة هذه يا بنات، الرسمة تحت ايش تتوقعي؟ اقري تحت. شايفة هاي؟ ايش اللانجويج؟ A or B نجمة، يعني كل الكلمات اللي زي مثلا A A B B أو A A B B B B، مش زي هيك؟ اللي تو فحصناهم؟ هذه قبل شوي أخذناها على ايش يا بنات؟ NFA. مش أول ما بدينا المثال تبعنا أخذنا NFA لللانجويج اللي تحت؟ طب سؤالي لكم، هذه ان اف اي ولا دي اف اي؟ متاكده ان اف اي؟ ليش فيش ابسلون وما فيش من دائره بيطلع اي اكثر من مره؟ سيبيني، اذا بتطلع الاي من دوائر ثانيه ما فيش مشكله، لكن من نفس الدائره بيطلعش نفس الاسم مرتين. اذا هذه دي اف اي بس بشكل اخر. طبعا كيف جابها مش موضوعي الان، كيف حول ان اف اي لدي اف اي مش موضوعي الان، حناخده كمان شوي. الان انا الفكره انه هاي دي اف اي. طب هل هذه اريح من الان اف اي ولا مش اريح؟ تعال نجرب. كيف بدك تعرفي هذه في اللانجوج ولا لا؟ هنا الحلو مش حتقعدي تحزري زي في الان اف اي، خلص حتمشي بالترتيب. عندك اول اي وانت في زيرو، ايش بقول لك روحي؟ ما فيش مجال للخبطه. الان وراها اجى ايش؟ اي، وين حتروحي؟ على واحد. اجى كمان اي، وين حتروحي؟ على واحد. شايفه ما بلخبطش، ما فيش شيء. بعدين روحي وين؟ على بي، وين حيروح؟ بعدين اجت البي الاخيره، وين حيروح؟ اكسبتنس ولا مش اكسبتنس؟ شايفه؟ ما قعدتش اتوه وما قعدتش اجرب شيء زي قبل شويه اشوف كم باث وين الباث، كنا نتعب في الانفه. طيب تعالي جرب اللي تحت، اي اي بي. اول اي وين بروح؟ هنا. بعدين الاي الثانيه هنا. بعدين البي وين بروح؟ هنا. خلصت في اكسبتنس. اذا واضح ان السيميوليشن تاع الدي اف اي اريح، خلص مره واحده بمشي فيه لا بتعب ولا غيره. الان في كان لا، في اكثر من اي واكثر من ابسلون، وكان متعب ودوري مش اللي بدنا فيه.
يبقى احنا دائما طموحنا نوصل لمين؟ للدي اف اي. اذا الان الصوره بقدر اقول هيك اتضحت، هيك اللي طبعا خلص السكشن، بس احنا ما خلصناش اكيد يعني عشان اطمنكم يعني. طيب مهمش، لازم ناخذ مثال ونوقف عنده. المثال بده 5 دقائق، لازم ناخده. بنات هدوء لو سمحتوا، اللي بدها تنام تنام، هاي مسجل وتحضر براحتها. طيب الان احنا اسسنا انفسنا لايش؟ لايش؟ للشغلتين. الحين بس ضل علي غموض في شغلتين واخلص. ايش الشغله الاولى؟ هاي الشغله الاولى from ايش؟ regular لوين؟ لاوتوميتد. فالمفروض الخطوه الاولى احول من وين؟ من الديفينيشن للنفي. الخطوه 2 لدي اف اي. انا ايش حديكم في 5 دقائق؟ من انا في لدي اف اي اوقف، والمره الجايه نعمل الاولى كمان عشان نخلص كل قصتنا. تعالوا الان نشوف كيف بدنا نعمل من انا في اي ولدي اف اي. وهنا ركزوا، انا بدي شويه تركيز عشان تعرفي. قال لك لازم تعرفي التعريفات الثلاثه هدول. ماذا يقصد بابسلون كلوجر اس، وماذا يقصد بابسلون كلوجر تي، وماذا يقصد بالموف. عشان نفهم معناهم هدول، قال لك هاي معناها اقريها انت. يعني انا في دائره زيرو ورايح على ابسلون دائره 50 ورايح على ابسلون دائره 20 ورايح على اي عند دائره 30. الان السؤال بيقول لك من هاي الدويره عند ابسلون وين بتوصلي؟ ايش الجواب؟ 50 و20. يعني بالعربي من الدويره المستهدفه عند الابسلون وين الدوائر اللي بوصلها؟ سجليها، بتكوني انت طلعتي ابسلون كلوجر للدويره. طبعا مع نفسها، وهنا تنسيش، سوري بدك تضيفي كمان نفسها، لانه هي نفسها انا واقف فيها بدون حاجه، فما تغلطيش. اول حاجه تقولي نفسها وبتضيفي عليهم مين؟ طب افترضي ولا واحده بتروح على ابسلون، خلص نفسها ويعطيني العافيه. اذا وضحت ايش الابسلون كلوجر لدائره؟ طيب اللي وراها يا بنات ابسلون كلوجر لمجموعه مش لدائره. يعني بقول لك افرضي بدي للدائره 0 وللدائره 2 بدي الابسلون كلوجر، ايش الحل؟ قال لك جيبي تعات الزيرو، طبعا زيرو مع الاخرين، وضيفي عليهم اللي هي 2، وتشوف 2 طبعا وين بتروح على الابسلون. يعني لما يكون عنده اكثر من دائره، قال لك بتعمل اللي عملتيه للدائره الواحده وبتلميهم كلهم في مجموعه. يعني لو بدي ابسلون كلوجر لزيرو 1 2 بمسك الزيرو، وين بتروح عند ابسلون؟ زيرو مين ومين ومين؟ بسجلهم. وعند واحد ابسلون وين بروح؟ بسجلهم مع الواحد. وعند 2 وين بروح؟ بسجلهم كلهم، بلمهم في مجموعه. هذه بنسميها ابسلون كلوجر للمجموعه، هذه ابسلون كلوجر للستيت. الان اخر واحده ضلت الموف. ايش الموف؟ تي اي. ايوه هذه الموف يا بنات للمجموعه. يعني افترضي كنا بدنا نقول التي عباره عن ايش؟ 0 و1، وهي دويره 0 عند الاي رايحه على 20 وعند الاي رايحه على 25، وبعدين نقول رايحه عند البي مثلا على 1 والواحد عند الاي رايحه على 3. الان الموف عند الاي بتمسكيهم بالدور زي ما عملنا. اول دويره 0، وين بتروح الزيرو عند الاي؟ عند 20 و25. ممنوع تحطي نفسها زي الابسلون الا اذا راجعه على نفسها. حتضيفي مين معاهم؟ 3. ليش؟ لانه انت مسكت الزيرو، شفتي وين بروح عند الاي، سجلتيهم. حتمسكي مين وراه؟ الواحد. وين بروح عند الاي؟ وسجليهم. خلص باختصار، يعني نفس قصه الابسلون، بس اللهم صرت تطلع على الانبوت الفعلي. وهنا بيختلف عن الابسلون انه بيعتبرش نفسه موجود الا اذا كان بلف فعليا على نفسه. الابسلون اللي انا اوريدي بدون شيء بيكون موجود. وضحت كيف الموف تاعت المجموعه؟ الثلاث معلومات هدول بيعلموك كيف تحولي من انا في اي لدي اف اي. والان بدي اخذ المثال واختم فيه.
هاي السؤال بقول لك حولي هاي هذه شايفينها بنات تحت ايش هذه؟ هاي اللي اخذناها قبل شويه بس اخذناها مبسطه. هذه ان اف اي ولا دي اف اي على اللوح؟ لانه فيها ابسلون. خلص طالما فيها ابسلون حتى بدون ما اكمل بحث. طالما فيها ابسلون ايش صارت؟ ان اف اي. ركز الان عشان اختم فيه المثال. كيف بدنا نحول هذا الان اف اي لدي اف اي؟ قال لك بدك تبدي اول خطوه بدك تحسبيها ابسلون كلوجر لمين؟ لنقطة البداية اللي هي مين؟ زيرو. ايش تساوي؟ يلا يا بنات ايش تساوي؟ بدك تشوفي من زيرو وين بيروح على ابسلون؟ حتقولي لي زيرو تنسيش نفسه بنسوك تلبس الغلط. واحد واستني واثنين لانه مش ابسلون وصل لي بدون ايش على اثنين يعني بدون حاجة ممكن يوصل على اثنين وايش كمان؟ واربعة وسبعة. في غيرها؟ لا مزبوط؟ مش هيك؟ قال لي هاي اللي طلعت معايا هي أول ستيت رسمية في الدي اف اي واسمها ايه؟ هاي أول دويرة في الدي اف اي واسمها ايش إذا بدك؟ زيرو واحد اثنين أربعة سبعة. طيب الآن كيف أكمل؟ إذا أنت عرفتي كيف تعرفي أول دائرة؟ قال لك ابسلون كلوجر البداية. المجموعة اللي طلعت هذه ايش بنسميها؟ الدائرة الأولى ايه؟ الآن ايش بدك تعملي؟ لسه اصبري معايا، الآن كم انبوت موجود في شغلك هنا؟ كم انبوت؟ ممكن احتمالات، حتقولي لي يا اي يا بي، سيبيني الابسلون، الدي اف اي ما فيش فيها ابسلون. حتقولي لي يا اي، هي مرات بكون في اي، مرات بكون في بي، عارف لو في سي كنت حتقولي اي او بي او سي. طب ايش فادتك معلومة اي بي؟ الآن بدك تحاولي تفكري هذه الاي عند اي وين حتروح؟ وعند بي وين حتروح؟ وعارفه لو في سي بدك تجربي، فالحين بدي اشوف كيف بدي احسبها هذا، لسه مش عارف. وبعدين ايش حتعملي؟ هاي عند اي وين حتروح؟ عند بي وين حتروح؟ وهاي عند اي وين حتروح؟ عند بي وين حتروح؟ وكل دويره جديده حتعملها عند اي عند بي عند اي عند بي لما تصير تسكر على حالها وتبطل تزيد. طبعا للوهله الاولى بتتوقع انه عمرك ايش حتخلصي؟ انه كل واحده تضل تتفرع، صح؟ لا، لحسن الحظ بتخلص بسرعه. أربع خمس دوائر اللي هي بتجي ضبضبت حالها وخلص زي ما حشوف في هذا المثال. الآن كيف أحسب الدويرة هاي؟ كيف أحسب الدويرة هاي؟ قال لي انتبهي إبسلون كلوجر لموف تي اللي هي مين التي؟ اللي هي إيه؟ إيه؟ احسبيها بتعرف وين حنروح. حقول لك كيف نحسبها وحتحسبي مين؟ إبسلون لموف إيه؟ وبي. حنحسب التنتين، عارف لو في كمان سي ودي انبوتس كان جربتهم كلهم، ما فيش غير اي بي. كيف نحسب يلا يا بنات موف اي اي؟ يلا شاطرين، بدي طبعا ابسلون ايش الموف اي اي؟ حتمسكي هاي وين عند اي، وهاي وين عند اي، وهاي وين عند اي، وهاي وين عند اي، وهاي وين عند اي، وتسجلي. يلا الزيرو عند اي وين؟ ما فيش. فيش مباشر. الواحد عند اي؟ ما فيش. التنين عند ايه؟ سجلي. ثلاثة. الأربعة عند ايه؟ ما فيش. السبعة عند ايه؟ ثمانية. الآن ايش الإبسل الكلوجر لثلاثة وثمانية؟ يلا يلا ابدي في ثلاثة. حتقولي لي ثلاثة في الأول نفسها، بعدين وين ثلاثة؟ حتقولي لي ستة وسبعة وواحد واثنين وأربعة. طلع فيها كويس. واحد واثنين وأربعة وستة وسبعة، هذه لمين؟ لثلاثة بس. هاي هاي ثلاثة وين ثلاثة؟ ثلاثة بتروح على ستة وعلى سبعة وعلى واحد وعلى اثنين وعلى أربعة، مزبوط؟ لسه ما خلصناش، بدنا الثمانية، بضيف ثمانية بس خلصنا. هذه المجموعة موجودة قبل؟ لو موجودة قبل خلص بسميهاش اسم جديد، باخدها اللي كانت قبل، بس الآن لأنها جديدة ايش هسميها؟ اسمها بي. فحقول هذه عند ايه بتروح على بي اللي هي بكتبهم. الان حنعيد ايه لبي، كيف تنحسب؟ كيف تنحسب؟ حتقولي نفس ايش طبعا حنحسب كلوجر لمين؟ لموف ايه مع بي اللي هو مين؟ ايه زيرو. عند زيرو وين بتروح؟ عند بي؟ ما فيش. واحد عند بي؟ ما فيش. اثنين عند بي؟ فيش سمك. اربعه عند بي؟
5 و7 بي ايش اي كلوجر لخمسة؟ ايبس كلوجر لخمسة؟ 5 و6 و7 و1 و2 و4 مزبوط؟ هل هذه موجودة فوق؟ اذا هذه مجموعة جديدة ايش حتسميها انت؟ سي. اذا حتقولي الاي لو جاء بي حتروح على سي مزبوط؟ وحتعيدي حضرتك لبي ايش حتعيدي لبي ايش حتجيبيها كيف حتجيبيها ايش حتقولي مش حكملها بس ايش حتقولي ابسلون موف لبي عند اي وتحليها ان طلعت مجموعه من الموجودين خلص بتسيبيها بترجع عليها ان طلعت مجموعه جديده بتسميها دي وبتكملي فهي الحال تاع هذا السؤال هي خلاصته قال حيطلع معاكي اي وبي وسي ودي واي والاي راحت على بي وسي الجدد لكن حتلاقي البي لو حسبتيها طب خلينا نحسب بس البي هذه خلينا نحسب البي عند ايه احسبي لي هذه بس هذه يا بنات البي عند الاي احسبوا لي اياها كيف نحسب ابسلون لمين وين البي هاي البي الواحد واثنين الواحد عند الاي وين بروح الثلاثه ماشي وين بروح عند الاي فيش الواحد عند الـ A اثنين عند الـ A ثلاثة الأربعة عند الـ A الستة عند الـ A السبعة عند الـ A الثمانية عند الـ A مش هذه تو عملناها مش هي بتطلع B ايش بتعمل يعني هاي بدك تلف وينها يعني الـ B بتلف على نفسها عند الـ A فهي اللي عملوا في الرسم هاي طلعي خلاص المهم بتكملي بنفس الصورة يا بنات يعني القصة ما بدهاش إشي خلاص هيا عند الـ A وبتعملي لما تضبط معاكي وتسكري كل مرة بس حتحسبي كلوجر للموف كلوجر للموف كلوجر لما تخلص معاكي ضل طب مين دوائر الأكسبتنس في الآخر كيف بدنا نعرفهم رقم إيش الأكسبتنس عندك 10 أي حاجة فيها رقم 10 عملتيها دورتين في بعض فحد في الآخر مش أنت عندك دوائر تعالي من الجدول مين حتتوقعي الوحيده اللي فيها 10 اذا الاي اللي هي دورتين عارفه لو 10 هان بعلم ديك طب لو في دورتين 9 و10 هعلم هاي وعلم هاي شفتي كيف اللي فيها 9 او فيها 10 مش شرط التنتين اي واحده فيهم اذا رسمتنا النهائيه هاي رسمتنا يا بنات النهائيه هاي عند الاي والراح عند البي والراح وبدنا نشتغل فالخلاصه هيك حولناها من ايش من ان اف اي لدي اف اي اي سؤال لما تخلص معاكي كيف تخلص معاكي يعني خلص الاي تصير ترجعك ما تعملش حالات جديده انا ايش بكمل مش الاي طلعت بي وسي اشتغلت البي طلعت دي اشتغلت الدي طلعت الاي اشتغلت حتبطل تطلع زياده حتصير تلاقي الارقام بتتكرر وتصير ترجعي عشان هيك انا طالب منك المره الجايه تجيني يوم الثلاث اول خمس دقائق حل المثال هذا كامل بدي تجيني حل المثال هذا كامل لانه حنعتمد عليه المره الجايه مش صعب يا بنات بس بده شغل تفضلي بأول مرة بجيب الإبسلون كله وين ما يوصلني يوصلني إن شاء الله لو بعد ثلاثة إبسلون بمشي وراهم أول مرة بعدين خلاص بصير أشتغل مو بعدية أي سؤال يا بنات سهل ديروا بالكم هذا بسأل عنه دائما في الامتحانات سهل يعطيكم العافية